الحاج أحمد يعني على الفيسبوك يقول هل يجوز أن يصلي أحد التراويح ينظر في المصحف أمامه أو في الهاتف؟ نعم، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي بما يحفظ، لأن ذلك أوفر للخشوع والتدبر. ولكن إذا كان يقرأ في المصحف بين يديه فلا حرج، فكان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غلام كان يصلي بها التراويح يبسط المصحف بين يديه، وكانت مصاحبه كبيرة، فإذا قرأ صفحتين ركع، فإذا جلس بين السجدتين قلب الصفحة ثم يقوم فيقرأ صفحتين وهكذا.